كاين بعض الناس المنتميين للتوجه الإسلامي عامة اللي كيجعلوا من الصراعات ما بين السنة والشيعة موضوع آني الصراعات اللي كانت هذه 14 القرن. كاين ناس في اليساريين اللي مازال كيتضاربوا على الصراع ما بين لينين تروتسكي ولينين، تروتسكي وستالين وستالين. وروزا لوكسمبورغ. هذا يمكن زعما نبقاو في هذا الشيء الا ما كناش مآمنين بان كاين لحظه تاريخيه اللي المغرب ما عندوش اختيار الا انه يدير قطائع، وعنده امكانيه انه يدير هذه القطائع، وهذه القطائع كان نتلاقوا فيها كنسيج مجتمعي واسع جدا. اي دونك من جديد انا كنعبر على انني متفائل جدا بالشباب ديالنا انهم كما قلت خالد يطبوا في الحزازات ديال والديهم وجدودهم ويقولوا احنا ما جايينش من الماضي، احنا جايين من المستقبل، والمستقبل كيستدعي اننا نبنيو البيت المشترك ديالنا اللي غادي نبقاو كنتخابطوا فيه فكريا وديمقراطيا، ولكن اللي غادي نكونوا فيه كاملي الوجود، كامل المواطنة، كامل الحرية، وكامل الاعتراف بالسيادة الشعبية وبالآخر. كان واحد الجيل في السبعينات والثمانينات هو ما عاش داك الشيء اللي وقع في 56 و57، ولكن كيتضربوا على بعضهم على اشياء وقعت في 56 و56، هما كانوا اطفال ديك الساعه. الخوف ديالي هو اننا نبقاو في هذا المستوى، وغادي يجي واحد الجيل وراكم انتم وغادي يوليو عاوتاني يضربوا على شي امور اللي هما ما عاشوهاش، في حين انه كيفاش انه السلطويه عندها القدره على انها ناس اللي خدوا معها انقلابات، وناس اللي كانوا كيقولوا في واحد الوقت لا حل لهذا النظام الا بزواله، وكاين قضايا الدم، وكاين مجموعه ديال الامور، وشي وحدين كانوا كيقولوا اسمع يا القصر المهدي ما عنده قبار والى اخره. وفي نهايه المطاف استطاعوا يديروا واحد التسويات، وديك التسويات كانت على حساب الشعب المغربي. ولذلك انا دائما ادعو الى تسويات، ولكن تسويات نبيله وتنازلات نبيله من اجل المستقبل. انتم اليوم واش عندكم مقترحات او مشاريع او ارهاصات ديال التفكير في كيفاش يمكن لكم تكونوا انتم هما اللي كتجيبوا القطائع اللي كتخلقوا الشروط ديال الانتقال؟ واش بحال قال دابا عاد خالد تحالفات جديده او لقاءات او يعني على الاقل توفير شروط لعمل مشترك في مستويات ما؟ واش كيبان لكم بان كيخص برامج جديده؟ واش كيخص وضوح استراتيجي؟ واش كيخص اعتماد معرفش التوضيح الفكري؟ فين كيبان لكم بان انتم الجيل ديالكم قد في امد لي منظور ديال عام عامين ثلاث سنين يولي هو لا لوكوموتيف ديال التغيير، بانه يجيب لنا شي حاجه اللي غادي تقول وي هذا الشيء محفز، هذا الشيء الناس قابله به وكيبان لها مقنع ومستعده انها تمشي فيه. اول حاجه نبغي نبدا بها هي اول حاجه نتفقوا عليها هي ان التوحد فينا ما غادي يقدر يدير التغيير بوحده، اللي خصها تكون قناعه ان المغرب لا يوجد فصيل او تنظيم سياسي في اللحظه الراهنه قادر يدير التغيير بوحده. المساله الاولى. المساله الثانيه هو ان خصها تكون عندنا الوضوح في مساله واحده اساسيه، هو واش بغينا نديروا التغيير ولا بغينا نهضروا عليه. الا بغينا نديروا التغيير خصنا نجمعوا له القوه ديالنا، الا بغينا نبقاو نهضروا على التغيير ونرضيو يعني حاجات نفسيه عندنا ونبقاو نهضروا سنوات، راه غادي نجروا غادي نبقاو مجموعات وكل واحد فرحان بداك الشيء اللي عنده، غادي نزيدوا نطولوا في عمر الاستبداد والفساد والتهميش. اذا الى كنا حقيقه باغي نديروا التغيير الان هنا في المغرب ونعيشوا حنا ونبداو مسلسل ديال التغيير باش ان اولادنا والاجيال
ديال التغيير وديال البناء ديال الدولة الديمقراطية وديال إلى غير ذلك، راه وكنا مقتنعين بأن راه حتى واحد فينا ما غادي يقدر يدير التغيير بوحدو، فراه كيبقى لك حل واحد هو أنك غادي تقلب على يعني الشركاء ديالك، على الناس اللي غادي تتلاقى معاهم موضوعيا، اللي غادي اللي كتقاسم معاهم يعني نفس الهم ديال ان خصنا نديروا التغيير في المغرب. علاش؟ لان الى بلا ما ندخلوا في التحليل ديال الواقع المغربي، الا اكتفينا فقط بالمعطيات اللي عطيتو انتم اليوم حول يعني سواء على المستوى التضخم لافيش اللي درتو وحيدتوها مباشره، او لا على دوك النسب ديال سوء التغذيه اللي وصل له المغاربه الى غير ذلك، كافي جدا باش اننا نقولوا الوضع مأزوم وغادي. للتقارير اللي صدرت مؤخرا حول نسب التضخم والتضارب ديال الاراء ما بين رئاسه الحكومه والمندوبيه الساميه للتخطيط وكذلك بنك المغرب والتضارب ديال هذا الشيء، باين بان الوضع غادي في اتجاه الأسوأ في المغرب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وان يعني شبح المجاعه كيهدد المغاربه والمغربيات في الوقت اللي كاين فيه يعني الغنى، يعني الناس ديال الملياردير كيتزادوا، بمعنى ماشي كاين الفقر في المغرب لان الثروه ديالنا محدوده، لان كذا، لا، لان كاين اصرار لدى الدوله ديال ان تفقر الفقراء وتغني الاغنياء وتحمي الفاسدين والمفسدين ديالها. كاين اصرار ديال الدوله وكلنا مقتنعين، على يعني الاقل كنعتقد ان احنا اللي جالسين هنايا كلنا مقتنعين بان راه هذا الشيء اللي كاين عند الدوله، ولا جواب عندها الا القمع والعصا، وكلنا مهددين باننا يعني في لحظه من اللحظات غادي نكونوا في ضيافه ديال الشرطه الى غير ذلك، على اتفه الاسباب وعلى اي حاجه غادي يمكن نكونوا تما. اذا الا كنا مقتنعين بهذه المساله فما عندنا حل الا اننا نتوحدوا. طبعا هاد العمل الميداني، هاد العمل الاخر، ديجا دابا كنعتقد ان كاين واحد تجربة قدامنا ولا ورانا صنعناها هي 20 فبراير، خصنا نبنيو منها، خصنا ننطلقوا منها. كيفاش خدمنا؟ يعني خدمنا كان نقاش، كان عمل جاد، كان كنا كن كن يعني في الميدان كانت تنمحي كل الفروقات. نعقل في 20 فبراير ما من مرة، يعني كنا كشباب مختلفين، ما كنا كنوقفوا يعني بحال الجسد الواحد ضد القمع، امام الزروطه ديال البوليس الى غير ذلك. كيفاش ان واحد الرفيق ولا واحد الاخ من شي تنظيم اخر كيجي كيسحبك من البوليس، كتمشي وكتقدموا للبوليس مجموعين الى غير ذلك. هذا العمل كيبين بان كاينه امكانيه ديال العمل الوحداوي. كنعتقد ان يعني انا الاوان يعني امام هذا الوضع، امام هذا يعني الهجوم الكارثي ديال الدوله البوليسيه وديال الجهاز البوليسي ديال الدوله المغربيه، ان خصنا نجلسوا نلقاو يعني بدون اشتراطات بدون كذا. طبعا مزيان يكون الوضوح في بعض القضايا، في بعض النقاط الى غير ذلك. مزيان اننا نعطيو يعني نطمئنوا بعضياتنا يعني المستوى المرحلي الى غير ذلك، شنو هي الضمانات اللي ممكن تكون على المستوى الديمقراطي، على المستوى ديال الاخر. طبعا من حق كل واحد فينا يبقى محافظ على المواقف ديالو، على التصورات ديالو الاستراتيجيه الى غير ذلك. دونك هذا الشيء كامل خصو يكون عندنا، خصنا نقبلو ماشي بفرض الوصايه على الاخر، يعني لا غيكون استبداد اخر باي لون كان. اما انت ما تفكرش في هذه، انا ما نفكرش، لا، خصو يبقى عندنا الحريه ديال التفكير، كل واحد فينا يفكر كيف ما بغى، ولكن غادي نتفقوا على اشياء متفق عليها ومشترك عليها، شنو نخدموا عليها وعلى اساسها غادي نتحاسبوا. طبعا غادي تكون عندنا، يمكن يكون عندنا ميثاق، يمكن يكون عندنا حوار عمومي، يمكن يكون عندنا التزامات امام الشعب. انا بالنسبه لي اكبر ضمانه لاي حاجه هو الشعب المغربي، وان اي اتفاق خصو يدار ما بين هاد التنظيمات ولا ما يكونش يعني بمعزل على الشعب، خصو يكون امام الشعب، باش كل واحد فينا يتحمل مسؤوليته التاريخيه امام الشعب، امام المواطنين والمواطنات. هي الاتفاقات اللي عندنا، المرحله الانتقاليه كيفاش خصنا ندبروها الى غير ذلك. وكنعتقد ان هذا هو السبيل الوحيد اللي عندنا بصح الا كنا باغيين التغيير، وباغيين اننا نسلكوا المسلك ديال اننا نسقطوا الفساد والاستبداد، وعلى الاقل نتقدموا خطوات في هذا المجال، ونحسوا براسنا بالفعل كنقدموا شي حاجه لهذا البلاد، اننا
كنضعفوا شكرا بابا، شكرا بابا ابراهيم بزاف. قال لي انه ضيق الوقت وقفتك. غادي نمشي لاسامه، لان اسامه تعطلنا عليه بزاف، ونختموا معك بوبكر. اسامه انا بغيت غير نضيف واحد الحاجه، الشيء اللي قالوا ابراهيم، ابراهيم كمل بواحد الكلمه، زعما شنو هو المشكل اذا جلسنا وتحاورنا مع بعضياتنا ونديروا ميثاق؟ راه في 20 فبراير استطعنا نديروا واحد العمل مشترك، وما كان حتى شي ميثاق بيناتنا، يعني ما كان حتى شي ورقه مكتوبه اللي كتحدد الالتزامات ديال كل ديال الاطراف كلها، ومع ذلك استطعنا ننتجوا واحد الفعل المنتج اليوم ومن اجل المستقبل. زعما واش ما كتعتبروش اولا ما كتعتبرش انت، لان انا قلت بانه باش ما نخلق مشكل حتى شي حد، لان انتم المواضيع بحال هذه خصها تناقش داخل التنظيمات ويكون موقف ديال التنظيم. انت مثلا اسامه، زعما فين المشكل الى غادي نجلسوا الشيبه ديال الشراك الموحد ديال فيدراليه اليسار ديال العبد الاحسان ديال الناج ديال الاخوان في التيار المناضله، وسمحوا لي تنظيمات اخرى الى نسيتها، غادي نجلسوا غنتناقشوا مع بعضيتنا ونتناقشوا مع بعضنا صراحة على كل المواضيع، ونتجو واحد الوثيقة اللي فيها الحد الأدنى المتفق عليه واللي توقع. وهذه الوثيقة هذه راه غتكون مطروح، هي أكبر ضمانة، لأنه مطروحة أمام المغاربة كلهم، بمعنى أي طرف سيخل بالالتزامات ديالو راه كيكون بحال اللي غادي نقولوا شهدنا عليه المغاربة. زعما واش زعما ضروري أن نبقاو مرتهنين اش كيقولوا لنا الماضي، واحيانا مرتهنين لمحاكمه النيات لا من هذا الطرف ولا من الطرف الاخر. تفضل شكرا استاذ خالد. المهم النقاش حنا منفتحين عليه، مثلا اليوم الثوره الرقميه ازاحت لنا هذا الندوه عن بعد، وهذا النقاش مع الاخوان سيرتو بلاد الاحسان، لاننا نحن منفتحين على باقي التنظيمات التقدميه والديمقراطيه. يمكن كيبقى شويه الاختلاف مع الاخوان ديال العدل والاحسان، وكيبقى تساؤلات وكيبقى مجموعه من الرؤى اللي كتختلف مع الاخوان في العدل والاحسان. ومزيان ان هذا الندوه جات في هذا السياق، مجموعه من التساؤلات، لانه باش يكون تقارب ديال وجهات النظر، يكون واحد الانصات للطرف الاخر، ويكون واحد السياق ديال واحد اسئله يمكن عندنا وهما عندهم اجوبه، وهما عندهم اسئله وحنا عندنا اجوبه الى اخره. نقدروا نرجعوا غير لواحد السؤال، مازال انا كنهضر من منطلق ذاتي كتجربه هشه في حركه 20 فبراير. لحدود لحظه الجماعه العدل والاحسان راه ما كنعرفش انا السياق ديال الانسحاب الحقيقي ديالها من حركه 20 فبراير، وكيفاش ان انسحبات في واحد اللحظه اللي تاريخيه واللي كان ممكن نجيبوا مكتسبات اكثر بالنسبه للشعب المغربي والشباب المغربي. واللي حنا كنقولوا ان حركه 20 فبراير هي واحد الحركه سياسيه حقيقيه اللي رجعت الشباب الى الواجهه، ورجعت الممارسه السياسيه الحقيقيه الى الواجهه. يعني كنا في تلك اللحظه نحتاج الى نقاش عميق قبل الانسحاب ديال مثلا جماعه العدل والاحسان، الى نقاش اكثر عمقا واكثر جراه باش نعرفوا الاسباب الحقيقيه ديال الخروج والانسحاب من حركه 20 فبراير، لان هذيك الحركه كانت ممكن انها تقود هذا الشباب المغربي، وكان ممكن انها تفرض لنا يمكن ظروف واجواء سياسيه اخرى عما نعيشها اليوم. ثانيا مزيان ان يكون انفتاح ويكون نقاشات حول مفهوم ديال الديمقراطيه اللي كنسعوا ليها كاملين. شنو هي الديمقراطيه؟ وكيفاش التشارك ديال الديمقراطيه؟ وكيفاش كنشوفوا الديمقراطيه؟ واش هي اجراء معين من اجل الوصول مثلا للسلطه، من اجل الوصول عن طريق صناديق الاقتراع، أم هي فلسفة، أم هي ممارسة يومية، أم هي ما نطمح له كمجتمع الوصول إليه وكمجتمع نعيش فيه؟ لأن عندما نمارس سياسة نمارسها بحب الوطن، نمارسها من أجل الوصول إلى واحد المستقبل أفضل، من أجل أننا نتقدمه، مش من أجل أننا نبقى محافظين وأن ننجو كما قال رفيق إبراهيم استبداد من نوع آخر. يعني هذا نقط حقيقية للنقاش، وكذلك مفهوم الدولة المدنية اللي هو خصو يكون واحد النقاش حقيقي. هل ما نسعى له الدولة المدنية ونحترم الدولة المدنية، الأسس ديال الدولة المدنية، المفاهيم ديال الدولة المدنية كما هو متعارف عليها دوليا؟ يعني هاد ثلاثة النقاط هي نقاط حقيقية للنقاش، هي نقاط حقيقية أن يكون في واحد النقاش، واحد الجرأة، واحد الوضوح حقيقي من أجل واحد. أما ممكن أن يجمعنا اليوم وخاصة ما نحن مهددون به كشبيبات معارضة جميعا، هو الاعتقال السياسي، هو الهجوم ديال المخزن. يعني اليوم أصبح واقعا أن الكل يجب أن يتكتل من أجل أنه يرفع شعار لا للاعتقال السياسي، لا للقمع، لا لهذا الهجوم المخزني
الخطير الذي يعرفه المغرب هو التراجع الحقوقي الخطير اللي مثلا شفنا غير في بداية الأخبار، واحد التراجع الحقوقي خطير ونعيشه بشكل يومي. أصبح اليوم الكل مهدد، يعني على الشبيبات أن يكون هذا هو واحد النقطة وواحد الطريق أول لواحد النضال حقيقي، لأن شو سميته يتوقف الزحف المخزني، يتوقف هذا الزحف على الحقوق، ويتوقف هذا الاعتقال، ويتوقف مجموعة من الإجراءات اللي كتبين لك أن هناك حنين إلى سنوات الجمر والرصاص، وهناك عودة إلى السلطوية بشكل فج. يعني هنا خصنا يكون عندنا هذا هو المدخل الحقيقي، وهذا هو النقاش الحقيقي في المرحلة، باش أننا نقدروا نطوروا النقاش، والميدان سيجيب على التطورات وغيجيب على ما يجب أن نفعله وما يجب أن نقوم به، لأن هذه المرحلة هي مرحلة حساسة في تاريخ المغرب، وأصبح ملزم على الكل. ما يمكنش أن شي واحد دابا يقول أنني قادر بوحدي نوقف هذا الزحف، وأن بوحدي قادر ندير. مثلا كنشوفوا غير في الجامعة في الدار البيضاء ذاك الهجوم والدخول إلى المدرج، هذا كارثة زعما في التاريخ ديال المغرب، أن يوصل أن المخزن وأن قوات القمع تولي تدخل المدرجات الجامعة. يعني هذا واحد الزحف خطير، في توقف الدراسة باش ما يكونش نشاط طلابي. يعني هنا كاين واحد الزحف خطير. مثلا كنشوفوا المجالس التأديبية اللي صورية للتنسيقيات ديال الأساتذة فرض عليهم التعاقد، يعني أصبح واحد تراجع حقوقي خطير. يعني المدخل الأساسي اليوم والمدخل الحقيقي اليوم، ويكون على تعاقد حقيقي كما جار إبراهيم، وميثاق حقيقي باش لا نكرر ما وقع في حركة 20 فبراير، ولكن لا نكرر ذاك التراجع وذاك الانسحاب في تلك المرحلة الحساسة. يجب أن يكون ميثاق حقيقي وميثاق مع الشعب المغربي ومع الشباب المغربي، من أجل أن يكون واحد نضال حقيقي وواحد التزام حقيقي ديال 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 أننا نوقفوا هذا الزحف المخزني، ونوقفوا هذا الزحف على الحقوق، لأن اليوم أصبح الكل مهدد، وأصبحت الدولة المغربية على 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 صفيح واحد صفيح ساخن، وكيبين أننا كنمشي لواحد الأفق مجهول، وواحد الوضع الاقتصادي أصبح ينبئ بانفجارات اجتماعية كثيرة. يعني اليوم أصبح لازما علينا وحدة ميدانية كتقوم على إيقاف الاعتقال والإيقاف ديال هذا القمع والمناهضة ديال هذا الاستبداد. وتحياتي. شكرا شكرا. كتسمعوني ياك؟ كتسمعوني؟ إذا شكرا أسامة، وغادي نعطي الكلمة الأخيرة نبكر. وطبعا كلام ديال أسامة كان واضح، يعني هو في نفس المنحة، بمعنى واش نتوما في رأيك أنت زعما في شبكة العيب الشمس سعد أن تجلس مع الأطراف الأخرى، وأن وتكون الخطوة الأولى مثلا هي هاد القضايا هذه في حال ديال الانسحاب؟ أنا لما كنقولكش أنا جاوبني اليوم، زعما كنت زعما إلا جلسنا غادي نناقشوا على الانسحاب من 20 فبراير، ونناقشوا مثلا داك الشيء اللي وقع مثلا في التسعينات في الساحة الجامعية، ماشي غير نتوما والأطراف الأخرى، وتناقشوا ونحسموا هاد المواضيع هذه، باش ما توليش دائما فيما تكون الواقع كيتطلب عمل مشترك، كنوليو شي امور من الماضي كتولي عائق، اولا كتولي المصدر من عدم الثقه، ماشي غير عدم الثقه من العدو احسان، حتى العدو احسان عاوتاني ممكن تكون عندها ملاحظات كذلك على الاطراف الاخرى، وهذا حقها، بمعنى انه نجلسوا شنو المؤاخذات اللي عليكم اللي عندكم علينا، شنو المؤاخذات اللي عندنا عليكم، نناقشوها بكل وضوح بكل صراحه. صافي هذا الشيء هذا كينتمي من الماضي، اجي نشوفوا المستقبل شنو هي التخوفات اللي عندكم في المستقبل، ولا شنو هي الامور اللي انتم باغيين تجاوبوها في قضايا الحريات الفرديه، حريات الجماعيه، الدوله المدنيه الى اخره، وغادي نناقشوا في نهايه المطاف نصيغوا واحد الوثيقه اللي كتحدد الحد الادنى، واش ممكن انتم في شبيبه العدل الاحسان تقدروا ديروا تساهموا في هذا المسار هذا مع شبيبات اخرى. شكرا سي خالد. في الحقيقه وانت تؤسس لهذا السؤال قبل ما يتكلموا الاخوين، قلت أن هذا النقاش أو لا الجواب يحتاج إلى تداول مسبق بين التنظيمات داخليا. قلت أنا هذا الشيء عندنا محسوم داخل الجماعة منذ مدة، بالنسبة إلينا الحوار بين العائلات السياسية التي تنتمي إلى حق المعارضة والتي تهدف إلى التغيير، بالنسبة إلينا هذا الشيء محسوم، ما فيش نقاش.
والمسألة ديال الوطن يحتاج إلى كل سواعد أبنائه محسومة أيضا عندنا. لذلك فأؤكد مرة أخرى ودائما نحن نؤكد الكلام السي خالد فيما مر في كثير من المرات، فيدنا ممدودة للجميع للتنسيق، حريصون على استثمار أي فرصة يمكن أن تؤسس العمل المشترك. نؤمن بالشراكة على قاعدة القضايا التي تجمعنا، ونؤمن أيضا أنه غير مطلوب الاتفاق على كل شيء قبل التعاون على المشترك. نبدأ بالمشترك أولا ثم نناقش المختلف عليه. فشبيبة العدل والإحسان لربما سي خالد هي من أكثر الهيئات التي تمد يدها للآخر، وأنت والسي فؤاد شاهدون على ذلك. نعذر كثيرين لأنهم لا يستطيعون تجاوز الحدود المفروضة عليهم، مع إيماننا أن النزاهة تفرض عليهم التموقع إلى جانب المجتمع لا إلى جانب السلطوية. نفترض أن الشباب يجب أن يتحرر من كل الأثقال والحسابات الضيقة التي يمكن أن تقيده على الانخراط في النقاش مع باقي الهيئات والشبيبات والأفراد الموجودة في المجتمع. لكن للأسف هناك لا زالت هيئات حزبية وشبابية يكاد سقفها يكون واطئا إلى الحد الذي تصير فيه مجرد صفر على الشمال، وقتما يفترض فيها دينامية وحركية وقدرة على التحرك في هوامش أكثر رحابة وأكثر اتساعا. هذه القضايا التي طرحها السي أسامة نعتبرها إن شاء الله مقدمة للنقاش في جلسات إن قدر لها أن تكون، ونسعى إلى ذلك من جهتنا، تكون إن شاء الله تعالى نناقشها بشكل مفصل وبشكل أكثر، لأن الوقت الآن لا يسمح. نسأل الله تعالى أن يوفق الذين يريدون التغيير ويريدون الخير في هذا البلد لمزيد من التنسيق ومزيد من التواصل ومزيد من تعميق أواصر العمل المشترك. وتحية لكم.